عقوبة تارك صلاة الفجر 5 عقوبات. العقوبة الأولى: إن الذي لا يصلي صلاة الفجر يستهزئ به الشيطان ويسخر منه. الدليل ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام حتى أصبح، يعني لم يصلي الفجر، نام حتى أصبح، فقال عليه الصلاة والسلام كلمة لو فقهها المسلم، لو عقلها المسلم ما ترك صلاة الفجر يوما. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال عن ذلك الرجل، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. ما معنى بال الشيطان في أذنه؟ قال بعض أهل العلم: أي سخر منه واستهزأ به. وقال آخرون: أي بال في أذنه على الحقيقة، أي جعل أذنه مكانا لقضاء حاجته. وقال آخرون: أي أصم أذنه عن سماع الخير، فتراه يسمع الذكر فلا يتذكر، ويسمع المواعظ فلا يتعظ، ويسمع القرآن فلا يخشع، نعوذ بالله من قسوة القلب. العقوبة الثانية: إن الذي لا يصلي الفجر يضرب عليه الكسل طوال يومه، ويحس بضيق في صدره لا يدري ما سببه. الدليل ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد. فإذا هو استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت العقد 3، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا يعني إذا لم يصلي أصبح خبيث النفس كسلان، أصبح خبيث النفس كسلان. صلوا على رسول الله. العقوبة الثالثة: كسر الرأس في القبر، والعياذ بالله. كسر الرأس في القبر، جاء ذكر ذلك في صحيح البخاري من حديث الرؤيا الطويل الذي يرويه سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أناسا من أمته يعذبون في قبورهم، ورأى من هؤلاء المعذبين رجلا يكسر رأسه بصخرة ثم يعود فيصح، فيصح كما كان، يعني يرجع رأسه كما كان ثم يعاد فيكسر رأسه وهكذا. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل وعن سبب عذابه هذا، قيل له أن هذا الرجل كان ينام عن الصلاة المكتوبة، كان ينام عن الصلاة المكتوبة. الله أكبر، كم من الناس اليوم من هذه الأمة ترضخ رؤوسهم بالحجارة في قبورهم الآن، والعياذ بالله. أمر عظيم وخطير. العقوبة الرابعة: الويل
والعذاب يوم القيامة. قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قيل أن هذا الويل في حق فقط من يؤخر الصلاة، فكيف بمن يتعمد ترك الصلاة؟ قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فسوف يلقون غيا. العقوبة الخامسة وهي أشد العقوبات: الحرمان من النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. تارك صلاة الفجر قد يحرم من النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. الدليل ما رواه البخاري عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، أي صلاة الفجر والعصر. في هذا الحديث أن من حافظ على هاتين الصلاتين الفجر والعصر رزق النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، ومن لم يحافظ عليهما حرم من النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. اللهم ارزقنا رؤية وجهك الكريم يا كريم يا كريم. القسم الثاني: فضائل المحافظة على صلاة الفجر. أبشرك يا من تحافظ على صلاة الفجر، اسمع إلى هذه الفضائل العظيمة. الصلاة، وما أدراك ما الصلاة؟ الفضيلة الأولى: من صلى الفجر جماعة فكأنما قام ليلة كاملة. الدليل ما رواه مسلم عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف ليلة، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. فكأنما صلى الليل كله. الفضيلة الثانية: من صلى الفجر كان في ذمة الله طوال يومه. الله أكبر، وحد الله. ما معنى في ذمة الله؟ أي في جوار الله، في حماية الله. أرأيت لو أن إنسانا صاحب منصب، صاحب جاه، قال: فلان من الناس في حمايتي، هل يجرؤ أحد على أن يتعرض له بأذى؟ ولله المثل الأعلى. قال: من صلى الفجر في جماعة، والحديث في صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. ومن طرق أخرى: من صلى الصبح في جماعة كان في ذمة الله، في حماية الله، في حفظ الله، في رعايته، في أمانه، في عنايته. وفي رواية: فلا تخفروا ذمة الله. فمن خفر ذمة الله أكبه الله في النار.